صدق الله العظيم. اعمل ايه؟ محبوس في العياده، الدنيا فظيعه بره، سيول، برد، رعد، برق، اصوات مرعبه مرعبه. انا خايف اركب العربيه تنزل صعقه تشقلبني ولا حاجه. اوفر؟ انا الاوفر. انا لا، انا مش اوفر ولا حاجه، انت عارف بخاف من السيول والحاجات دي، بس اعمل خايف اتزحلق والدنيا خطر، في خطوره رهيبه يعني. بس ما تقلقيش، اول ما المطر يهدى هركب العربيه واجيلك طياره. ما تخافيش حبيبتي، يلا يلا تصبح على خير، نامي بس انت طمني وريحي خالص. على طول هني. باي باي. بتستهبلي بقى ولا بتستعبطي ولا بتعملي ايه بالظبط؟ انا مش فاهم، هو مين اللي راح يكشف؟ انتي ولا الكلبه؟ انا هتجنن من الموضوع ده، مفيش حد عارف ان انا حامل غير انا وانت. مش منطقي اللي بتقوليه ده يعني، كاميليا مثلا مخاويه بتعمل سحر. والله زي ما بقول لك. جايز مثلا تكون حاطه لنا كاميرات هنا ولا حاجه؟ انا فعلا بدات اشك في كده برضه. طب وبعدين؟ هنعمل ايه؟ دي بنت الحراميه عايزة تبيع لي كلب تمنه 2000 جنيه، عايزة تبيعهولي ب15,000 جنيه. يا نهار اسود، ايه الحرامية دي؟ هي ناقصة؟ مش كفاية الخروف اللي ملزقها لنا ده؟ بقولك ايه؟ اديلها الفلوس وخلاص، ما تاخديش كلاب، مش ناقصة كلاب هي. ماشي يا كمال، ماشي. تيجي تحت الدرس بس، وأنا برجعك. روح اصنع بنت. طب دي روح اصنع بعد اذنك لو سمحت. طب ثانية، اتفضل حكي. تمام، هو حضرتك رايحة فين؟ أنا مسافرة عند أهلي في إسماعيلية. تمام، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. شكرا. اتفضلي. حاجة تانية يا فندم؟ تسلم ايدك يا ست الكل. شكرا. حاج عبد المحسن. ها؟ اؤمر يا فارس بيه، تحت امرك. ازاي ما اخدش كارد؟ هجيب الفلوس بتاعت المصنع دي منين؟ ما تشغلش بالك، احنا اللي هنمولك. دول 500 مليون جنيه. ايه؟ 500 مليون ده كتير؟ قلت لك ما تشغلش بالك. انت لو عايز مليار جنيه تحت امرك. دي كده ما بقتش شراكه. يعني ايه يا فارس بيه؟ يعني انا كده ما بقتش شريك، انا بقيت لمؤاخذه بارافان، وبصراحه انا ما بحبش العب بالدور ده. طيب لو قلت لك ان احنا هنمولك من غير ما ناخد عليك اي اوراق،
أو مستندات تثبت حقنا كده لله وللوطن. إزاي يعني؟ زي ما بقولك كده. بقولك إيه يا حاج عبد المحسن؟ أؤمرني يا فارس بيه. أنا مش تلميذ، ياريت تخش في الموضوع على طول وتجيب آخرك وتقولي كل ده المقابل بتاعه إيه. أبشر وقول يا رب. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف حبيبي تأخرت عليك، معلش حقك علي غصب عني، معلش. بس خلاص خلاص مبقاش في حد من النهاردة هيفرق بيني وبينك. أنا بقيت أمك الحقيقية وأكتر واحدة في الدنيا هتحبك. بس لازم تعرف إن أنا ما قتلتش مريم، كانش قصدي، والله ما كان قصدي. لحظة واحدة كان لازم أقرر، يا إما أنقذك أنت يا إما أنقذها هي. اخترتك أنت، مسكتك أنت وسبتها. لو كان ينفع أنقذكم أنتوا الاتنين والله ما كنت هتأخر. بس أنت بقيتي قاتلة يا راجل، بقيتي مجرمة، قدرتي تاخدي الجثة وتروحي ترميها في نفس المكان اللي أنقذتي رشا من الموت فيه، يعني بعد ما كنت بتنقذي أرواح بقيتي بتقتلي.
الخير والشر، ذلك الصراع الأبدي بداخل الإنسان. فإن الخوف على النفس ومحاولة حمايتها من أي تهديد من أهم أسباب إيقاظ الشر بداخل الإنسان. ولكن هل يستمر الشر في يقظته، أم يستطيع الخير إخماده من جديد؟ تلك هي المسألة. تقول الحكمة القديمة: إذا استيقظ الشر يوما بداخلك فهيهات أن يخمد من جديد. حقا إنه أصعب اختيار. يو يا عصام، عايزين نغير في الضيوف بقى، الناس زهقت نفس الوشوش. ما احنا مش عايزين نجيب حد جديد يقعد يلخبطنا في الكلام، مش ناقصين احنا. بعدين بقولك ايه، كفايه تخبيط في عز الدين قديم شويه. ها، مش اسطوانه ودايره هي؟ ايه، خايف لما يخرج رجالته يدوك علقه تانيه ولا ايه؟ انت بتتريقي؟ بتتريقي؟ ها، مش كفايه ان المره الوحيده اللي خدت فيها علقه موت في حياتي كانت بسببك؟ بس على فكره انا ما كنتش خايف على نفسي، كنت خايف عليك انت. ايوه، بقى مارت مدلتهم على مكاني، ولو عز كان وصل لي يوميها كان زمانه خلص عليا. انا المفروض ان ما كنتش اقول لهم على مكانك واتدبح انا عادي. طب انت كنت بره وعندك فرصه انك تهربي، انما انا كنت بين ايديهم، ههرب ازاي انا؟ رايحه فين؟ ده تليفون سري ولا ايه؟ ها بس إيه؟ يلا ايه؟ الو. الحمد لله يا سيدي. ما انا بقول لك الناس اللي هتخلص موجوده واتفقنا على كل حاجه، نسبتك محفوظه. لا، المصنع ده حلمي من ساعه ما سمعت عنه، ما فيش حد هياخد الصفقه دي غيري. عبد الله على السلامه. سعدت بيه. الله يسلمك يا راجل. طيب اخبار الست مران ايه؟ سفر سفرة مع أبوها. ربنا يجرب البعيد. يا رب. نورت يا بيه، اتفضل. تقول بحاجة سعادة بيه. أشكرك جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عصر الفساد بدأ يبان ناس كتير كان واجهة المجتمع وطبقة الإليت أو لكرام دو لكرام زي ما بيطلق عليهم، وأولهم زوجي السابق واللي مع الأسف دلوقتي في السجن. ياه، ده أنا فاتني كتير قوي. عايز يدي النديم في السجن، اللهم لا شماتة. بس يا ترى مرهان عاملة إيه؟ أكيد محتاجين. يا ناي، بدأت تحن ولا ايه؟ يثبت كده. والأول لازم ترجع حقك وفلوسك، شاع عمرك اللي عمالة تبعتر فيه مين وشمال. يثبت يا ناير. واضح ان اللي جاي صعب. تأمرني بحاجة تاني؟ ايه يا عالية؟ عم ثابت تعبت في حاجة ولا ايه؟ شاق عليكي؟ لا خالص، ده زي العسل. ربنا يقومهولك بالسلامة يا رب. ايش يا عم ثابت، شهد لك القمر. شكرا يا عالية. بس يا حبيبي مالك؟
انت مش عاجبني خالص اليومين دول. فيك ايه؟ انت مخبي عليها حاجة؟ فهمني ايه الحكاية؟ انت تعبان؟ قولي بس. بعلم دقاك؟ بقول لك يا عم ثابت، احنا ما صدقنا جلسات العلاج الطبيعي جابت نتيجة. عايزك تركز في صحتك شوية وسيبك من اي حاجة عشان أمري. الدموع الغالية دي ليه؟ ايه يا ايه يا حبيبي؟ ايه ليه كده؟ والله هتبقى كويس. والله لو اعرف مين اللي مخليك تدمع كده لمحين على وش الارض. بس حبيبي بس يا ابا بس عشان خاطري وربك. خلاص 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 يا كبير عشان خاطري. بس منا بس 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 حبيبي بس حبيبي بس. تعال فوق يا ابنك. عشان كده كنتي مستعجله تسيبي البيت؟ انا مش مصدقه انتي رجعتي تاني للقرف ده. ليه؟ ليه بتعمليها في نفسك كده؟ جبتي منين الهباب ده؟ جبتي منين الطاي؟ دخلتي تاجر مخدرات بيتي اللي انا استعملتك عليه؟ انتي مستهونه باللي حصل لي؟ مستهونه ان انا اعرف ان ابني اتجوز عليا؟ بطلي تبريراتك الغبيه دي بقى، واوعي تفتكري انتي هتقدري تضحكي عليا تاني. جوزك اللي انتي مصدومة فيه ده رماكي بعد ما عرف ان انتي سرقتيه عشان تشمي. وكم مرة كم مرة كنتي هتديني الغربان ده بسبب القرف اللي انتي بتشربيه؟ انتي مش طول عمرك بتقولي عليا ان انا مريضة؟ بتلوميني ليه؟ عشان طلعتي غبية غبية وضعيفة وأنانية، ما فكرتيش غير في نفسك، ما فكرتيش حتى تضحي عشان الغلبان ده اللي ملوش أي ذنب غير ان واحدة زيك تبقى أمه. كتر خيرك يا تيتا كده هاخده وامشي. غرف 60 داهية بس انا مش هسمح لك تاخدي يوسف معاك. انا امه، ده ابني ومفيش قوي في الارض هتاخده مني دلوقتي بقى ابنك. يا سلام، كنت فين لما كنت بتحايل عليك عشان ترضعيه وتقولي لي لا جسمي وشكلي؟ ابنك ده انا كنت بسهر بيه الليالي وانت نايمه ولا على بالك. انا اللي كنت بغير له وبحميه وانت عرفانه منه زهقانه. دلوقتي بس افتكرت ان ليكي ابن. انا برضه مش فاهمه انت عايزه ايه بالظبط. قلت لك ده ابني وهاخده. وشكرا قوي لحد كده. مريان انت بتعملي ايه؟
مريهان اسمعيني. مريهان ما تعمليش كده. سيبيني. أنا مش هسمح لك تاخدي يوسف. مريهان. طب طب اديني فرصة أتكلم معاكي. اسمعيني طيب. سيبي الهبة بدي. سيبي بتاعتي وأنا بتكلم معاكي. شخصي. طب سيبيني يوسف. أنا ما أقدرش أستغنى عن يوسف. شكلك أنت اللي مودية ومحتاجة تعالي. أنا سيبيني الورقة. سيبيني. مجنونة. مريهان عشان خاطري سيبيني. سيبيني يا مريهان. سيبيني. مريهان. نهار اسود. نهار اسود. مريهان. مريهان فوقي. مريهان انا ما قصدتش. انا ما قصدتش والله. انا ما قصدتش اعمل كده خالص. مريهان فوقي. لا 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 مريهان فوقي فوقي. اوعى تموتي يعني معروف. لا انا ما قصدتش اعمل كده والله ما قصدت اعمل كده. لا اعملي ايه؟ اعملي ايه؟ مبروك عليكي يا قمر. مبروك عليك انت يا حبيبي. بصراحة المرة دي جبتي جون ومش اي جون في المقص. انا نفسي اعرف انت وقعتي ازاي على مشروع مصنع الاسمنت ده. فرس كوردي كانت بلد عماد وصفي وهو كان بيجهز المشروع ده. كان هيكسب من وراه بلاوي. وطبعا وسط قضايا الفساد اللي انا بحقق فيها وقع الموضوع قدامي. يا بنت اللعيبة ده انت طلعتي عفريتة. تربية ايدك. شفت ان كان ليا الحق اني اخد التلت. هو انا فتحت بقي ولا اتكلمت؟ هو انت كمان عايز تتكلم؟ بقولك ايه، انا عايزه منك خدمه. خدمه؟ ده انت تأمريني امر تحت امرك يا قمر. عايزك تطلقني من عز. نعم يا اختي، اطلقك من عز؟ إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.